أهلا وسهلا بكم بالحلقة الثالثة من الموسم الثاني من برنامج رجال من البادية. في هذه الحلقة راح نتكلم عن زعيم وقائد. هو مواليد عام 1930، ولد في بلدة القصر في شمال محافظة الكرك، طبعا محافظة الكرك التي هي تقع جنوب العاصمة عمان للمملكة الأردنية الهاشمية. هذا الطفل شاءت الأقدار أن يصبح زعيما وقائدا ملهما وقائدا فذ، سطر اسمه في التاريخ بحروف من ذهب. نتكلم بحلقة اليوم عن الزعيم والقائد والمناضل المرحوم بادي عواد الرديني الخضير بني صخر. هذا الزعيم والقائد العسكري قاد العديد من العمليات العسكرية، وكان بطل للعديد من المعارك، منها معركة جبل المكبر ومعركة باب الواد ومعركة نوتردام، وكان مشرف وقائد للعديد من العمليات العسكرية التي كانت ما بين عام 1948 والتي امتدت إلى عام 1967. هذه المعارك التي أعاد من خلالها رسم نموذجا حربيا قتاليا فريدا، وأعاد من خلال هذه المعارك أيضا رسم خطط حربية جديدة، ومن خلال هذه الخطط زرع الرعب الكامل في قلب الخصم والأعداء. وعي القائد بادي عواد الرديني الخضير في جو كانت تسود به إن جميع الدول العربية تبحث عن التحرر من الحكم العثماني بعد الثورة العربية الكبرى، أنضجت عقل ووجدان هذا اليافع ليحول بوصلته نحو فلسطين المحتلة، والتي يحمل أبناء هذه القبيلة جميع الصفات الرجولية بأسمى معانيها. وفي عام 1950 تخرج القائد بادي من مدرسة المرشحين ليصبح ضابطا في الجيش العربي القوات المسلحة الأردنية. تدرج هذا الزعيم في هذه المؤسسة العريقة حتى وصل إلى رتبة عميد في عام 1970 قبل أن يتقاعد في عام 1974. لم تنتهي مسيرة أبو أمجد بانتهاء خدمته العسكرية، بل تحول إلى رمز خالد من خلال مواقفه الخالدة من مواقف التضحية والعطاء ومواقف الرجولة التي سطرت إلى يومنا هذا في جميع كتب التاريخ، وأصبح رمز يحتذى به من شرق الأردن إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. في 19 نوفمبر 2021 اختار الله هذا الزعيم إلى جواره، ونسأل الله له الجنة بإذن الله تعالى. فهكذا هم رجال الوطن الأوفياء المخلصين، يعملون بصمت ويرحلون كذلك بصمت، لا يبحثون عن الجلبة أو الضجة من أجل التباهي أو الاستعراض، عليهم رحمة الله تعالى، لكن أثر عملهم المخلص وعطائهم سيبقى إلى الأبد، سيبقى إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. في الحقيقة رحل جسد بادي عواد عنا الله يرحمه، وهو الآن بين يدي خالقه، ونسأل الله له الجنة. ولكن التاريخ لن يغفل عن تاريخ هؤلاء الرجال وكتب التاريخ في قلبها، تاريخ هؤلاء الرجال، رجالا قال عنهم الله عز وجل: من المؤمنين رجال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بين
تبديلا وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. وذكر بهذه المذكرات تحت عنوان الأردن لمن؟ العديد من التفاصيل المثيرة المتاحة لكم جميعا من خلال قراءة هذه المذكرات سيصبح عندكم مخزون ثقافي كبير وأنتم تقرؤون هذا الكتاب. وفي الختام تشرفت مؤسسة أسيد للإنتاج والتوزيع الفني باستضافة الباشا المتقاعد أمجد. نجل هذا الزعيم بادي عواد أرديني الخضير في برنامج رجال من البادية. وللاطلاع على هذه الحلقة وما تكلم به من خلال رفقته لوالده الزعيم المرحوم أبو أمجد ستشاهدون وستعثرون على رابط حلقة اليوتيوب الموجود في صندوق الوصف في هذه الحلقة.